قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انه في ظل الازمه العالميه الراهنه تسعى الدوله الى اتخاذ خمسه مسارات رئيسيه لمواجهه الازمه العالميه منها تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وترسيخ نهضه صناعيه شامله وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الحكومة للإعلان عن خطتها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية أضاف أن خسائر العالم بفعل الأزمة الراهنة وصلت إلى حوالي 12 تريليون دولار إحنا بنتكلم على أسوأ أزمة يمر بها العالم كله منذ العشرينات من القرن الماضي يعني من مئة سنه دي أسوأ أزمة وكل العالم بيقول دي أسوأ أزمة بيمر بها العالم لم تحدث منذ بعض بيقول يا إما من فترة الكساد يا إما بعض بيقول من ساعة الحرب العالمية الثانية يعني برضو من حوالي 80 سنة لم يشهد العالم الأزمة اللي موجودة دلوقتي وبالتالي اللي اتحسب إن هناك خسائر قدرت بحوالي 12 تريليون دولار في العالم كله في الناتج الاجمالي للعالم، الناتج اللي احنا بنطلق عليه الجي دي بي او هيسموه بقى الناتج العالمي. توقعات النمو بتاعت الاقتصاد في العالم كل المؤسسات نتيجه لهذه الازمه ابتدت تخفضها بعد ما كان في تفاؤل خلصنا ازمه كورونا ابتدى الناس كلها تقول لك لا دي الازمه دي جت وابتدوا يخفضوا معدلات النمو والزياده اللي هتحصل في الاقتصاد في العالم كله. وابتدت المؤشرات بعد ما كانوا بيتكلموا على أربعة وأربعة من عشرة بقوا بيتكلموا على ثلاثة وستة من عشرة وكل المؤسسات المالية بتقول ده كمان ثلاثة وستة دي هتنزل عن كده في خلال الفترة الجاية وبالتالي يعني أنا بقول لحضراتكم عشان نحس برقم الـ 12 تريليون دولار دول عبارة عن إيه؟ دول عبارة عن خمس أمثال الناتج المحلي لقارة أفريقيا كلها بتاع السنة اللي فاتت عشان بس نعرف حجم الخسائر ال 12 تريليون دولار دول يعادلوا الناتج المحلي الاجمالي بتاع اربع دول في اوروبا اللي هم اكبر اربع دول المانيا وفرنسا وايطاليا وانجلترا غير ان هو يعادل ست امثال الناتج المحلي او اسف الناتج المحلي الاجمالي لست دول اسيويه من النمور والدول المتقدمه في اسيا